برأيي أنت تصرفت كتير منيح أحمد. هالوك تجاوز حدودي، وأكيد أنا كمان علي شوية حق. هي مو أول مرة نتخانق مع خيامة متقاتلين من قبل، بس مو هذا اللي علق براسي هالمرة. شو قصدك؟ ما فهمت عليك. أنت يعني أنت وأخي بتتفقوا وبتاخدوا القرار وبتحطوا سافاش بالمصح، وبعدين أنت بتساعد الشباب مشان تهربي سافاش من المصح. بصراحة ما فهمت هالشي بنوم. ماني حابة اندم على قراري. بس أنت بعمرك ما ندمتي على قرار أخدتي، وكل عمرك بتحسبي حساب خطواتك مزبوط؟ معقول يكون في شي صاير مو مخبرتيني عنه؟ مرحبا. مرحبا نازلي. بس بدي أحكي مع أخي أحمد عن شغلة صغيرة. إيه أكيد بنتي، عن إذنكم. أختي رح نرجع نحكي بالموضوع بعدين. طبعا. تعي نازلي. بس بدي اتشكرك كتير، انت كمان اليوم اتضايقت كتير بسببنا. ولا يهمك، مو مشكلة. بدي اطلب منك شغلة ضرورية. اذا بقدر عليها ليش لا؟ فيك تعطي هذا القرد لسافاش؟ بدي اياه يضل ذكرى صغيرة مني إلو يعني. بدك تبعتي له قرض صغير مشان يضل ذكرى منه؟ هذا القرد معي من وقت كنت صغيرة، وبيحفظ الأسرار كتير منيح. لا تواخذيني نازلي، بس أنا ما فيني أعطي القرد لسافاش. طيب أنت هلأ ما رح تروح كل هالمسافة، يعني قصدي هو مجرد لعبة، ما تعذب حالك. شو رأيك تعطي هذا القرد بنفسك؟ يعني أنا؟ ياي عن جد عم تحكي؟ أكيد بنتي ليش لا؟ يا أوف يا سيلين أوف. لك وين كنتي؟ رح نتأخر. ليكي نازلي ما رح تعصبي مو هيك؟ أنا ما كنت بقصد فسد عليكي لأمي. عادي ما عصبت، بس أنتي كتير بتلعي يا سيلين. طيب شو بدي أعمل؟ متأكدة إنك عشقاني. طيب خلاص اسكتي. تمام رح اسكت. بدي قلك شي، بس إن شاء الله ما ننمسك اليوم. لا بدك تروحي معنا بهالتياق؟ صايرة مثل ممثلين السينما والله. يا روحي انتي طالعة حلوة مو هيك؟ اشتريتها من كام يوم من ألسن جاك ودفعت عليها كتير مصاري. مبين انك دفعتي عليها كتير مصاري، بس يعني معقول تهربي بهاللبس لك سيلين؟ بركي نشقه، بتروحي المصاري على الفاضي. ايه فهمت، معناتها رح روح غير تيابي وبرجع. لا تروحي ولا تجي، انا رح اعطيكي شي من عندي. موافقة؟ خير؟ بدي البسها من تيابك انتي؟ لا ما بتحمل البس شي من عندك. سيلين يلا فكري بعلي، لازم نخليه سامحنا على اللي صار، وانتي اللي دقيتي على صدرك. يلا فكري بهالشي. أوه نازلي ليكي أنا تصاوبت وعندي كسر كمان. شو صار؟ كسر شو؟ لك لسه ما نطيتي. ضفري انكسر ووقع على الأرض. يا الله. طيب استني لأجي لعندك لكان مندور على ضفرك سوا. طيب ماشي أنا ناطرتك. بنتي انتي جد بشي؟ يلا سيلين رح يمسكونا بقى. عن جد الهريبة حلوة، ما كنت مفكرتها سهلة هيك.
وأخيراً. جاء التاكسي كمان، يلا يلا. شوفي خبري وارتاحي. من وين طلعتي لي بهالحكي؟ سكري لي على الموضوع يا سيلين. اعترفي بقى، انتي بتعشقيه وبتحبيه من كل قلبك. يا بنتي انا بفهمك لاني اختك التوام، من امبارح حسيت عليكي. يا بتقبلي وبتعترفي له اليوم يا اما بصرخ باعلى صوتي نازلي عشقانة. لك بكفي سيلين، وشو رح يصير اذا خبرته يعني؟ المهم تعترفي له وتقلي له ليك عمو اختي اخيرا حبت شبه وعشقته. أكيد ما رح أعترف لواحد إني بحبه ويمكن ما شوفه مرة تانية. رح أبكي ورح أزعل وبعدين رح أنسى. هاي القصص هيك نهايتها دائماً. أنتي بتعرفي كتير منيح إنه ما رح يصير معك هيك. ليش متخيلة إنه سافاش ما رح يبادلك نفس المشاعر؟ معقول لأنه لساته بيحب ميليسا يعني؟ الخوف اللي جواتك ما في داعي تحطي له حجج، روحي وحاكي بكل صراحة. يعني بروح وبفضح حالي قدامه. ليش مسميتيه فضيحة؟ انتي بس رح تكوني صادقة، رح تقلي له انا بعشقك بجنون سافاش. ما بعرف، رح فكر. كيف صرتي هلأ؟ هالوك ما عم يرد على التليفون. لا تاكلي همه، حكيت مع القبطان وهو باليخت، خليه يبقى شوي لحاله بركي بيهدى راسه. كلياتنا مرينا بيوم بشع كتير وقاسي، وعن جد كتير انزعجت لأنك شفتي هالشي اليوم. لازم أحكي مع هالوك ضروري رانا خانو. ارتاحي اليوم وبكرة بتحكي معه. لا، لازم تخلص هالمشكلة اليوم. لازم أحكي مع هالوك ضروري، ممكن يوصلني الشوفير اللي عنده بهالوقت. متأكدة من هالشي؟ ايه متأكدة، لكن رح أقله يوصلك. شكراً كتير إلي. يلا يلا انزلي. أخي وقف. شش سيلين، اصحك تتأخري حتى ولو 4 دقايق عن البيت، ماشي؟ بلا ما أجي لهون وأشحطك شحط. هلأ منشوف مين اللي رح يتأخر ومين لا. لك سيلين. لك عمي، هاي البنت هلأ بأمانتك، حكي لها شوي عن قصص الشباب. أكيد لما كنت شاب سويت كتير مغامرات، أصلاً صرت بتعرف بكل السيرة. حكي لها أكتر قصة بتحبها وخليها تروق. أوه، ساوي مثل شوفيرية التكاسي تبع الأفلام. تمام تمام سيلين، رح أنزل أضربك. ها you
أكيد في باب تاني، مو معقول في باب واحد. علي، أنا سيلين. بعرف إنه اللي عم ساويه غلط، بس أنا لازم أتأكد. سيلين؟ سيلين، شو عم تساوي هون هلأ؟ خيرها، شو عم تدوري هون بنص الليل؟ الله يخليكي، لا تقولي لأمي. ليكي، وقت خبرتيها المرة الماضية عاقبتني أمي عقوبة ما فيكي تتخيليها. سامحيني، الله يوفقك. انسي هالشي هلأ وجاوبيني على سؤالي. أنا اجيت لحتى أشوف علي شوي. أمي أخذت تليفوني مني وما عم أقدر أتصل فيه. يعني كل هالقد الموضوع اللي بدك تقولي لعلي مهم لتدخلي على البيت مثل الحرمية بنص الليل؟ أي طبعاً كتير مهم. اليوم عمي هالوك ضربوا لعلي كفة بسببي أنا. كيف؟ أحمر وشه مكان الكف وانتفخ، وأنا كتير حسيت بتأنيب الضمير. وشو ما قلتي عني هلأ معك حق. ضربوا قدام الكل بالبيت يعني؟ يمكن ما كان لازم أحكي لك مو، بس فيني شوفه لعلي شوي. علي ببيت أمري هلأ سيلين.